أصعب تجربة هون. أكيد كل شيء بيصير بيفور عند أفتر. هيدي الحادثة مثل هاي كل شيء كل حياتك بتكون بيفور عند أفتر، ما في شيء بيكمل مثل ما كان. يعني هاي أكبر نقطة مرايه تحول بغرضة. أكيد أكبر نقطة تحول، أكبر نقطة تحول وأصعب نقطة تحول. أكيد قستك وما بتهدى، بتضل متابعة، بتضل تذكرك فيها بكل شيء. تشبه هيدي نادين من مثلا 15 سنة؟ يعني اللي صار معك عملك شخصية بتشبه نديم من 15 سنة ولا ما بتشبهها نهائياً؟ مختلفة عنها؟ لا مختلفة كتير؟ لأنه أنا إذا بترك حالي على طيبتي وعلى هولي على الأشياء اللي أنا كيف بخدها بأي طريقة وفكر الناس كلها بتفكر مثل ما أنا بفكر، هذه القصص اللي كانت قبل لا أكيد ما عادت. أكيد أصلاً نظرتك للأشياء بتكون شفتي معظمة؟ بس ما بتعرفي انا بقعد بتطلع بصوري بتصير اطلع هي انا ما بشبه حالي ابدا. هون كان دارج الحواجب الرفيعه، رتمه رفيعه اول ما عملتهم ما بقى حدا ما يروح لا بدنا نعمل الحواجبنا مثل نادين الراسي. نادين الراسي بوقتها رولارييشن ما بنساها، ليكي بعدني نفس الجسم بعدك مثل ما انت، ليكي انا بالشكل بعدك قمر. عم بحكيك ما عم جامدك نادين، لك هالصوره سبحان الله شو حلوه. بس هاي أي شخصية تتذكري؟ هيدي كليوباترا. 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 مسلسل تاريخي. حواء في التاريخ. وكنت ماخذة هيدي الشخصية. ما أنا من أول ما بلشت كنت كثير قصص. حواء 15 سنة لأنه هون اكتشفت إني حبلي بمارسيل أنا على الخيل. فكان المخرج بعد بتجيني كمل وحسيت بكرامب كثير قوي، قلت له ما رح كمل، في شيء قال لي ما تكملي، فلو كملت كان راح مارسيل. وقفنا التصوير كان محمد رجب، رجعت على بيروت عملت تيست طلع في بيبي ممنوع ابدا اني اركض وهيك. بس انا كان لي تقريبا 5 ايام بصحره سوريا على الخيل. فكليوباترا انت حامل وما كنت عارفه؟ حامل ماني عارفه. بس بقى حلوين كانوا هالايام؟ ايه ليكي ليه؟ لهم حلاوتهم ولهم مرارتهم. فيهم بركه؟ فيهم بركه. ايه في ناس بتتذكريها، في ناس اشتغلتي معها، في ناس وقفت حدك، عم تكتشفي الاشياء جديد حلو. بس الاشياء اللي منها حلوه الوقت تطلع اليوم تقولي هاو لو صاروا معي هلا بعد هيدي الخبره بعد هيدا العمر بتصرف غير. وكان كانت بتكون امورك اسهل، كنت بتحصلي على القصص بشكل اسهل، بتخففي انت انكزايتي بينك وبين حالك. لانه انا تحديدا انا حدا كثير مش منغلق، يعني حدا بفكر بشغله بينه وبين حاله، باخذ قراراتي مع حالي. فما كنت كثير اخذ بعين الاعتبار شو حدا يقول لي، دائما اخذها انه انا على نيه وانا خسرت كثير بسبب هيدي الشخصيه. الخساره ما كانت خساره، لانه لما بتكوني انت هالقد حدا حقيقي بتخسري بتنقهري بتحسي بغدر او بخيانه او وات ايفر. بس هي هيدا لمصلحتك، انا بعتبر هيدا مثل اشياء تصحيحيه، تجارب تصحيحيه بالحياه. فالتجارب التصحيحيه اذا ما اخطانا ما بنعملها. لما بتطلبي من ربك انه نورني فرجيني وعيني قويني قسيني، فلما بتصير الشغله بتقدري ترجعي لمين على مين اتكلتي، فهو عم يعمل لمصلحتك. لما بتطلعي بهيدي الطريقه يو كان هاندلت، ان كانت خيانه وان كان شو ما كان. يعني انا انسانه قعدت رفيقتي بتختي حد نيمها ولبسها وغذيها ونقيها للتياب وهي رايحه تقعد مع انسان انا انغرمت فيه غرام ما طبيعي بظرف كثير قصير واستعملها هو لينتقم مني. بس انا بعرف هيدا الموضوع نادين، يعني انا بعرفه حكين فيه انا وياك. بس بدي اكثر هيك اعرف عنه. رفيقتك اللي هي اعز حدا بقلبك بحياتك واقرب حدا على حياتك، قلتي لي غزيتيها نيمتيها يعني بتحتك. مش قصه اللقمه، هي تقولي غزيتي شخص يعني انسان روحيا وكل شيء بكل شيء، يعني مثل تبني انه هي اخت ورفيقه و كل شيء صارت بالنسبه لي وصرت خاف عليها. يعني حتى اذا حدا طلع فيها بطريقه او خبرتني شيء دغري قلها شو تعمل، لا ما تعملي هيك. يعني كان عندي مثل كانه عندك بنت وانت تقولي لها شو تعمل. يعني هيدي البنت اللي ربيتيها وغزيتيها وحبيتيها وامنتي لها شو عملت؟ حبيت الشخص اللي حبيبك هيدا الشخص اللي كنت تحبيه وما كان حدا يعرف ابدا. كان حب سري ورائع. اجى بوقت انا كنت ما صدقت انه ظهر هيدا الشيء. كنت تحبيه كثير؟ يعني بعد طلاقي مع جسكار بعد يعني كنت عم بقطع بظروف كثير صعبه، ما في حدا حدي، فجأة ربنا بحط حدي انسان بالنسبه لي فيه من كل شيء. يعني حسيت تو جود تو بي ترو. طيب اوكي كثير. حتى هي كانت بكيت قد ما فرحت.
هي كانت عايشه قصه حبك انت وياه. اكزاكتلي. فهي انا كنت بتعرف قد ايه انت بتحبيه وقد ايه هو بحبك. حتى هي لما قالت لي انه انا ليه عملت هيك، قالت لي معقول انه انا بغار منك بلا ما بعرف انه بدي حياتك؟ فصراحه هي اللي عملته قتلتك صراحه. فتركتها تنام بتختي، وبس عرفتها مغرومه انا تركته، وصرت اعرف انه عم بيشوفه بعد، بس هو ما بيعرف اني عارفه، لانه هي كانت عم تستجدي انها تشوفه. هو كان انتقام من هو انت عرفت انه بحبوا بعض؟ هني حبوا بعض ولا هي حبته هو؟ لا، هو قال هو انتقم مني. يعني هو التصرف اللي تصرفه مثل نوع من انتقام، انه حتشوفي شو رح اعمل. بقى بتشكي بكل الناس، ما بتشكي فيها، ما بتشكي بالشخص اللي كثير بتوثقي فيه. وهو للحقيقه اللي لازم تشكي فيه، السكين بده يواجهك بده يكون كثير قريب. فما توقعت انه يستعمل هذا السلاح، وما توقعت حتى انه هي تكون حدا هالقد يعني رخوه. فالبكي تبعها لما ظهرت وياه وعرفت، هو قال لي ووصلها وفل تركها. فلما شفتها عم تبكي وقالت لي سامحيني انا مغرومه فيه، ما قدرت اشحطها، وما قدرت، بالعكس انا تركته له وخليته، يعني حفظت علاقتهم، تصرفت عكس ما حاسه. شو هيدا؟ يعني انا وقت اللي خبرتيني قبل انه هيك تصرفتي، ما بتوقع يعني، ما استوعبت انه انت تقدري تقبلي هالعلاقه او تتركي. حافظت على علاقتهم ليه؟ ما قدرت اشوفها عندهم. ليه انت اللي بدك تشيل وجعي؟ يعني ربنا، بس هي وجعتك، بس اخذت نفس الوجع. ما قدرت. ليك العفو عند المقدر، انا ماني قديسه، بس صدقيني انا هيدا الموضوع تحديدا اتعاملت معه بعكس ما الانسان بيتصرف، وهيدا عن خبرة سنين قطعت فيها مشاكل بحياتي، انه الرمال المتحركة ما في لزوم حط اجري فيها حتبلعني. بس انت بتحبيه؟ يعني انت، انا أكيد. بعرف قديك انت بتحبيه، وهو كان يحبك. انه تركتهم يعيشوا حياتهم بسلام وانا اطلع لبرا ليه؟ لانه مش رح اقدر سامحه على اللي عمله، فالرجعة له حتكون مشوهة. فقررت اني انا اطلع من العلاقة وانا بطل مغرومة فيه. طب نادين رديني شوي، فبدي اعرف اخباره، صرت اعرف اخباره منها هي. خبرك كانت؟ اكيد، قلت لها بديها منك، انا حدك، بس بدي اعرف اخباره لا اطلع منه. فتخبرني وتبكي، يعني حتى محل وقتها راحت لعنده مره، انا كنت منقيت لها كل شيء. شو لقيتي لها؟ نقيت لها التياب وكل شيء. انا على بالها تشوفه، فعرفنا وين هو سهران وراحت. كيف هيك؟ يعني انا ما بستوعب هالشيء، كرامتك، احساسك، مشاعرك. ما هو تما تكوني علي صار اهتمامي بالبنت اللي انظلمت، يعني انا اليوم رح خبرك شغله. انت اللي انظلمت، يعني مش هي اللي انظلمت. اكزاكتلي، بس انا اوعى. انا بحبها، انا ما فيني اطلع منها، فيني اطلع منه. ما كرهتيها؟ لا لا لا. بس هي خانتك. مش عن ما حدا بيأذي انسان بحبه وعن قصد. ما حدا بيعرف. انا قطعت بحياتي بكثير قصص، يمكن ربنا دوقني هيدا الشيء لانه انا ما كنت بعرف هيدي القيمة. أنا كنت بعلاقة بحياتي مع شخص كان متزوج وعم بيطلق وأنا عم بطلق، فما كنت بعرف هالقد شيء بيوجع. إنه نحن بنعرف والناس بتعرف وحكى بالموضوع، بس بيوجع إنه شو أنت حطيتي حالك محل 100%. لما صار معي هيدا الشيء زوجته، صح، فلما صار هيدا الشيء قلت أنا اللي بتشرب منه فاخذتها بهيدا الشكل. حسيتي انه كانه كارما عم تبرم، انه اللي عملتيه بغيرك هلا عم بصير فيك؟ دين لازم ادفع. يو هاف تو باي سم. استحقيتي؟ اكيد، ومش بحزن، دفعته بايمان وبفرح وببكي وبدموع وبحريصه و... ايه شو؟ يعني حتى بمحلات كنت وقتها تكون قاعده شم ريحته عليها، ما تكون قالت لي كانت معه، اعرف من الريحه. ما انهرتي؟ ما انهرتي؟ بلا، لحالي. كيف يعني؟ يعني هلا هي حتحضر حتتفاجئ انه انا كنت فرجيتها هذا الوجه القوي، لا كان بعدني مغرومه فيه. بس رجعيني لورا لما كنتوا انت وياه، وبعد ما كانت حبته وانت كنت تحبيه، وكنت مش من حقها تحبه، كان يعني ما في شيء بيسمح. كنت تخبريها اكيد عنه، لانه نحن بنخبر اعز الناس قد ايه بحبه، قد ايه مشتقت له. ما هو لاني خبرت صار في غدر بالاخبار، يعني حبته من خير بسببك انت، حببتيها فيه. ممكن وبتخيل تحليلها هو الصح. لاول مره كانت بتحكي شيء انه معقوله انا اي انفي يو بلا ما احس، ليش يعني ليه اقدمت على هيدي الخطوه؟ وهي منا حجه، يعني كنت يعني انا كيف اول مره عرفتي؟ شفت. شو شفت؟ ما هو بده ينتقم. طب ليه بده ينتقم؟
وجعتي؟ يس، بس مش خيانة. أنا حدا الحياة كتير هيك لعبت معي لعب قاسية، فما كان في يكون معها سوفت. فكان أي إنسان ممكن يجرحني بكلمة أو ياخذ أي موقف أو يتصرف تصرف أنا بالنسبة لي بيزعجني، كان يكون رد فعلي دغري، ما في حساب، يعني ما بعمل حساب إنه بده يزعل أو بده ما يزعل. أنا حدا كتير يعني اللي بقلبي على راسي طبيعي طبعا، فكنت هالقد حدا أجرس، وهذا كاركتير. فأنا ما في هيدي تبع إنه الإنسان يلي عم بحاول إنه يستغلك ويستغل حبك ووقتك وطيبتك يجي كمان بده يكسر لك راسك. شو شفت نادين؟ هيك يعني بدي استرجع أنا وياكي هيدي اللحظات. لا صعبين. بتعرفي ليه؟ لأنه كل ست هلأ عم بتشوفنا مرقت فيهم من خلال ضعفنا بتقوى. ليش مش بتقولي انه هيدا الشيء ربنا ما ريده لإلك، وبهيدي الطريقه بده ليك تقرفي من الشغله اهون بكثير من انك تكرهي او تحقدي؟ طبعا. فانك تقرفي يو هاف، بدك تسلخي جلدك، بدك تتغير، بدك كره هو حب بشكل اخر يعني. فانا بقول انه ربنا فرجاني بشكل اني هالقد اقرف، وخلى براسي عقل اني حافظ على الصله وعلى العشره وعلى الخبز وعلى الملح وعلى كل شيء. فصرت بعتبر قد ما كنت مغرومه شوفي لوين، انه نحن واحد، انه انا ما عم بشوفه وما برجع عن كلامي، طبيعي عم بشوفه عم شم ريحته عم بعرف اخباره. انت شفت شو؟ شفت خيانه جسديه؟ شفت شو؟ كيف شو حسيتي؟ يعني في محل رحت عليه مفروض عادي طبيعي روح عليه، بروح تلاقيها هون. شو حسيت بلحظتها؟ صعب تنسي كل شيء، كل شيء كل شيء، اصلا ما بتحسي شيء، وعيك تفكر انه ما بتحسي شيء، كلك بتنتقلي، كلك شعورك كله بيتركك. يمكن ربنا بيعطي هيدا الشيء، هيدا المخدر او عدم الاستيعاب، هيدا الدماغ معمول بهيدا الشكل. ما جنيتي؟ ما اكزاكتلي، ما عملت شوك ابدا ولا عملت رد فعل فيه أذى. قربتي واجهتيهم أو رحتي؟ لا فليت، طورت السؤال، ما قدرت. لا وما عرفت، لأنه ما في، ما بقدر مد إيدي، يعني ما بقدر أذيها، ما بقدر أذيها. وليش هي اللي عليها حق مش هو كمان عليه حق؟ عرفتي؟ بغض النظر. وبعدين أنت خبرتيها إلها؟ ما هي شفتني خلص. وما في يقول لها هي شو عملت، ما في اشتكي. وهي اخذت هذا فور جرانتد انه نادين ما بتحكي، وهو نادين فعلا ما بتحكي، صار يصير مشاكل من وراها هيدي. فقررت اني ابتعد وبعدت عني. سامحتيها؟ اكيد، لانه حدا انا اي لات جو، بكب وراي وخلص، اصلا بعمل ميموريز جديده، اصلا بفتح قصص جديده. بس بيروحوا ولا بتحطيهم جوا بيعملوا لك غضب و... لا بزعلوكي بيحرقوكي من جوا؟ لو ما كنت خسرانه اولادي يمكن كنت قتلت قتيل، يمكن. بس لما بيكون الولد مجروح جرح اكبر من هيك، ف افضل للاولاد اصلا يعني. فهي قصص يمكن بمحل قالت لي انه ما تزعلي، منك خسرانه، انت ماشي على الدرب الصح وانت عم تصحح حياتك، وانت هيدي قلت التجارب التصحيحيه، فانت عم بتواجهي الحقيقه بحقيقه. نادين بس البشع انه ما فيك تخبري حدا. فاليوم هيك عم نحكي بعد سنين يعني. طب بتفتحي غرفه الاولاد شو بتعملي؟ بشمشم المخدات، مو مغسلين بعدهم على ريحه عرقهم. بس هن تغيروا اصلا يعني الاولاد. مارسيلو كارفالو 7 سنين. بتحكي مع المخدات؟ بتحكي مع ايه؟ مع الصور. شو بتقول؟ بغنجهم كل الوقت، بغنج. شو كيف؟ كوكي يا مامي، مارسيلو لعبهم امبارح، كان في فتت حاطين لقين بسكليت دلا واي. لكن بس يرجعوا الاصابع اللي فلوا من بيتي بيبرد قلبي. الأصابع الصغيرة اللي راحت من البيت ما عادت صغيرة، صاروا شباب. بس نادين، فالحرق تاع هيدا القياس، هن صاروا شباب وأكيد حيرجعوا. اللي الله أعطانا إياه ما حدا بيحرمنا إياه. حيرجعوا، حيكونوا فخورين فيكي. هيك مش الحال. حيرجعوا، حيكونوا فخورين فيكي، وحيعرفوا أمهم قد إيه بتحبهم وقد إيه نضرت كرمالهم. ما في إلا ما بتحب أولادهم.
وانت تحديدا يعني دائما عم تحكي القدر بده ينصفك، واكيد هن اولاد حيعرفوا امهم شو عملت كرمالهم. بس هيدي في شغله لما العالم يقولوا الدمعه تعطونا كلينات بليز، يعني انسان ضعيف. لا، كل ام انا بتوجه لك، الام بوجعي بالوجع اللي انا فيه، ما تخلي ولا اي انسان زوج او اخ او مين ما كان يلقطك من الايد اللي بتوجعك ابدا. بس انت ليه حاسه؟ ليه عم بتخافي من ضعفك؟ ليه عم تخبي أبداً ضعفك؟ انا بالعكس، انا عم لانه لازم نبكي، أنا لازم نعبي، يعني انا دائما بنفس الوقت لازم نواجه. انا دائما بقول انا مره قويه وضعيفه، يعني انكساراتي ما بخاف منها ولا بخجل منها، هي انكساراتنا اللي بتقوينا. اكيد، ما انا هي اللي عملت منك نادين الراسي، وهي كمان حتى انا بقول بفتره معينه لما الاولاد راحوا كثير صار قصص معي بالحياه بينت لي الاصحاب والاصدقاء حتى بمحلات القرايب. الانسان ما بيقدر يقشع اذا هو بقلب العجقه، يعني انت تحت الضوء عم تشتغلي عم تقدمي اعمال، العالم بتحبك عم تزقف عم تضحك لك، كله اوكي. هذا كله اوكي مش اوكي لانه انت ما بتكوني قاشعه. فانا بهيدي المرحله اتس نوت اوكي اتقول بقى بهال مع انه اليسا بتقول اتس اوكي على الرغم من انها كمان مرقت بكثير صعبة، بس ضلت تقول اتس اوكي. كله بيقطع لما ما بيكون في ولد، بس ما تقولي لي اي تجارب ما تقارنيها بولد. مش طبعاً. موت تخيل؟ لا اكيد اكيد. يعني خيي انا بقول لك اليوم تقولي بفوت لك مارسيل وكارل من الباب ولا بفوت لك جورج؟ بقول لك جورج. ليه؟ لانه جورج عارف انه ما عندي غير حل بقى، خلصت. هونيك عندي حل. راح. في امل طبعا، في امل. فاليوم لما بيجي لابكي على ولد او اشتاق له او هيك بخجل من حالي انه ما خلصت القصه. في الله، الانسان بيقولوا المنيح منيح وبده يبين لو بعد 100 سنه، ووحش وبيبين بعد 100 سنه. فما خلصت قضيه الاولاد، عرفتي؟ يعني هذا بضل عامل لك هيك راحه روحيه طبعا، ببرد ببرد قلبك. نادين، كلنا عندنا هيدا الصندوق اللي بنخبيه، صندوق اسرارنا، بنترك منه هيك جزء وما في حد، يعني يمكن بنخجل حتى نفتحه. أحياناً نخجل نفتحه لغيرنا، وأحياناً نخجل نحن نفتحه بيننا وبين حالنا. في شيء بتخجلي مني؟ أو بتخبيه لإلك؟ هيدا لإلي، ولا إنسان ولا حدا لازم يعرف فيه. إيه أكيد. كتار الأسرار اللي مخبيتيهم بس إلك؟ إيه. بتشوفي حالك فيهم أو بزعلوك؟ بالعكس، I'm proud. لأني تصرفت بطريقة صح، بس إنه كذكرى بيضلوا مزعجين. هيدا المراي لما تطلع هيك تطلعي فيها، طلعي منيح، حطي عينك بعين حالك نادين. غير إنك قمر وحلوة وانسين الشكل ونادين المشهورة والحلوة وكل هيدا التفاصيل والعيون الحلوين. طلعي شو عم تشوفي بعيونك؟ عم بيلمعوا كتير، عم شوف دموع، شوف جوا وجع، في وجع، في احكي شيء مع حالك. وشو بتسألي حالك؟ شو عبالك المراية تجاوبك مرايتك الحقيقية؟ إنه بعدها بتعرفني، إنه أنا لاقية أكثر منها. غيرتي؟ إيه. أنت بتعرفي حالك نادين؟ مش 100%. أنا ما كتير بحسك بتعرفي حالك كتير. أنا عم بعترف، مش 100%. أنا بعرف حالي بحسب أنا شو اختبرت لليوم. أنا ما فيني أعرف حالي ولا أنت. إذا بتعرفيني، إذا فهمتي علي فهميني. لا أنا بعدني عم فتش على حالي. أكيد، لأنه حتفتشي على حالك مع كل تجربة، حتفتشي على حالك مع كل حقبة، حتفتشي على حالك مع كل مصيبة، حتفتشي على حالك مع كل وجع، لأنك حتغوصي فيهم، حتنجبلي، يا حتقشريهم عنك، يا تتأقلمي معهم وتنجبلي انت وياهم، يا بتكونوا اوموجين يا بتكونوا ايتيروجين، والوقت هو بيقرر، يا بتضبي وبتخفي يا بتشيلي وبتخزقي. بقى ما في اضمن لك انا وين كب، وين بفتح، وين بشيل عني، وين بضب. بس على الارجح بتاريخي انا كنادين بلشت عمري 17 سنه، طفله عم تسافر عم تروح على بلاد ما بتعرف حدا فيها، وتجي وتركض على المصاري وتعمل عائله وتربي وتكمل، وهي ما لها علاقه بالدومين. فهدول كلهم انعملوا علموني قصص انا كنادين بوضعي خلوني اني ضب، ويمكن ربنا شافني بقول لك قادر تحمل بحملك بعد. فكان عندي مسيره بهيدا الشيء،
لانه البنت الحلوه كثير بتتعرض لكثير اشياء. فكيف اذا انت حدا حلو كان نقمه كان وقوي نقمة اكيد بس في جمله بابا اللي دائما بنسيها، نادين اذا بتحطوها بكونتينر مع 600 زلمه بتقتلهم وبتطلع. بابا كان بالنسبه له نادين وحش، هو انا هيك حدا كثير عصبي، حدا كثير قوي، كثير حنون جدا، كثير حنون، وذات الوقت ممكن تتحول الى وحش. بعد شوي رح افتح الصندوق طلع منه قصص اشربي فينا ندب المرايه. قلبي ومفتاح ومفتاح دول ملك ايديك. ترا ترا تم ترا ترا تم. ملك ايدين مين؟ هالقلب والمفتاح. قلبي ومفتاح ملك ايدين مين؟ ملك ايدي. ليك مصدي هالمفتاح بس قلبك منه مصدي. عبال قلبه يصدي ويريحني. قفلتي على قلبك نادين؟ ما اف شو هي؟ ما في امرأة بتقفل على قلبها، بعدك بعز باكي وجمالك وشهرتك وعطائك. ما الوجع ما يعني الحب وجع؟ ايه. مين قال؟ الحب حلو، الحب حياة، الحب فرح. ما بقى ليك بحس بعد ما صار عندي هلا الاولاد، ماركو صار شاب، مارسيلو وكارل، الحب لازم يتكلل بالزواج، بالعيلة، طيب. بالاستمرارية. شو المانع؟ لا اكيد، لا ما بقى بدي، يعني قبل كنت اقول لا مبلا خليكم معي حدا بكره اولادي بيتجوزوا. لا انا اليوم ابني بده يتجوز، انه ماركو عمره 27 بحس في يتزوج وفيك انت تتزوج. ما بقى بدي، لا ما بدي حدا يفوت على حياه اولادي. بس ما هن حيتزوجوا ويعيشوا حياتهم براحه اكثر مما تكون امهم مع حدا ممكن يعذبها او ممكن، لانه ما بقى موثق بحدا. لا لا كنت تقول انه لا وقت حب بن غريم بتزوج وخلص وحلو اوكي والحياه حلوه وردي هيك كانت قبل. وقت راح جورج لا انا بكمل بربي الاولاد وان شاء الله برجع بوقف على اجريه وبتكمل نادين الراسي بالكارير اللي عملتها واللي بقدر اقدمه وبرجع بروح نتخيل نلتقى بعدين كلنا هون. ما بدي كبر عم تفكري لوين؟ عم فكر للحياه الثانيه اني اكون جاهزه لهذيك الحياه. فتكون جاهزه لهذيك الحياه مفروض عيش بسلام. تتعيشي بسلام ما فيك تجيب الناس تعيش يعني ما إلي جلادي. هيدا الحب ما اشتقتي دق قلبك؟ ما اشتقتي تنامي هيك ناطره يعني عم بتقولي تصبح على خير لحدا؟ الصبح يبعث لك رساله، تبعثي له رساله تسالي وينه؟ رساله بكفي انه يكون في حدا نايم عم بفكر فيك وخايف عليك. ما اشتقتي؟ اشتقت حدا يعني اشتقت للحب للعنايه فيي. جاهزه انت لتحبي هلا؟ لا منك جاهزه. ما عم بحس لحدا بشي ومش واردة. ما لا ما بدك أو نطردي نطردي لأنه أنا ما تنسى طلعت من العلاقة الخطبة اللي خطبت أنا 4 سنين ونص انتهت مع روحة جورج مع كلها كان انتهى يعني كان في نهايات قاسية جدا مع بعض وما قادرة أنت تفسري ولا قادرة تفهمي. ما إلك عين تحكي عن شيء في خسارة أكبر. هي خسارة جورج خسارة خيي بكي بطل يعني لي تعني لي هيدي الحياه بصراحه. يعني انا اليوم ما بتعني لي كثير هيدي الحياه بقى. يعني دائما بفكر بصحتي الروحيه بسلامي الروحي. صايره بفكر اكثر ب اني لحد انه نلتقى بعدين لانه الحياه كثير قصيره وما لها معنى ودغري بتخلص بهذا المشوار. انه بدي الناس اللي بعرفها نلتقى هونيك. فاي اشخاص بحس بدهم ياذوني او ياذيهم ببعد. يعني عم تحكي نادين كثير صح وكثير حقيقي وعميق وقادره اعمله وجانب هيك روحاني عالي. وطبعا التجارب هي اللي وصلتك لهون. بس وين المراه؟ وين الانثى؟ بالاعمال. اسالي نادين الراسي، نادين الانساني حالك سؤال. انتو عم تطلعي بحالك بعيونك على المرايه. عم بالك تحبي؟ شو الجواب؟ نحب. ما فينا نحب، ما فينا نحب ما نحب. يمكن إذا انحبيت مثل ما لازم. تحبي. ما انحبيتي ما انحبيتي مثل ما لازم. ما بدي أظلم، بصراحة بلا. بلا بس ما روقي لركز معك. يلا ارتاحي لقلك اكثر واكثر مثل قعدتنا بس نكون يعني ما ايه ما الغرام ما حدا بيقرر ينبري.
ف اكيد انا انحبيت. ايه لو ما انحبيت صح ما كنت مقهوره على الحب، لاني هالقد بحب الحب ما بقى بدي اف بحبه اكثر مما اكثر ما بيستاهل الحب. انا بعطيه اكثر ما بيستاهل. اي جيف ات اول، يمكن من هيك بفرغ يعني بعطي لو ماكسيموم اكزاجيري قد ما بديك. نادين يعني بكير بنت 17 سنه حلوه مثل القمر، تصوير اعلانات عرض ازياء، من هنيك بلشت الحياه تقسى عليكي وهيك تعلم فيكي؟ حبك خبري خبرينا. بفتح الصندوق رح افتحه رح افتحه رح لانه رح نحكي شيء كنت مخبيتيه هون لاول مره رح احكي، وهيدا يلي علم نادين الراس تكون وحش بالدومين مع كل انسان. اوكي لو بده يكون كل نساء مع يلا مين ما كان. اوكي بعمر بتبقي صغيره، كان عمري 17 سنه، اجاني على اساس دعايه 7000 دولار وبيدفعوا وقتها بوقتها 17 سنه 7000 دولار كثير منيح بسنه ال 97 يعني كان مارك ابني عمره شهرين. فمن دون يعني حتى الايجنسي اللي بيشتغل معهم بلا ما يتاكدوا من شيء، المدام اللي حكيتنا شو يا نادين بس ما في حدا يروح معك وما بعرف شو، قلت له انسى في 7000 انا عندي ولد بده حفاضات و 7000 دولار ما حدا يروح معي، خي بروح لحالي. رحت وحدك؟ رحت وحدي برا لبنان. شفت شيء برا لبنان ما رح اقول وين. ايه وهي اول مره بحكيها. فشوفي هالطفله شو عملت، وعندي طفل يعني انا ام عمرها 17. وصل لمحل على اساس نحن بدنا ننام، وثاني يوم بدنا نعمل اجتماع مع الشركه كرمال الدعايه. هلا في عشاء قبل. قلت لها حضرتك حتكوني معي؟ ما بعرف. هي اللي طلعتني حضرتك حتكوني معي وهيك، وحرام عم يطمن عني، كان حدا من لبنان من الاجانس. رحت على اساس على العشاء نتعرف عليهم، وثاني يوم نحن بنصور. فبتفاجئ انه انا بس بالعشاء. وحدك؟ انت ومين؟ وبتفوت فرقه وحده، حدا بدق عود حدا بدق كذا، وهيدا الشخص واقف هيك بنا. فتت انا. قلت انا رح اروح وبرجع. شخص من الايجنسي يعني شخص المفروض الشركه اللي انا رايحه اعمل لهم دعايه عزميني على العشاء بلاقيش بس صاحب الشركه واحد اكزاكتلي. فبلا طولت سيره للحظه حسيت جسمي بلش كله يرج، ما بعرف ليه حسيت برعب، حسيت في شيء مش طبيعي. مش طبيعي، كل عم بيطلع فيه عم بيعملوني كانه حدا، عرفتي خايفين مني بس خايفين منه هو. هو موجود؟ ايه. والكل خايفين منه؟ خايفين منه حتى الفرقه. قلت له طيب ويني فلانه؟ صدق انا نسيت اسمه، قصدت اني انسى اسمه لما اروح اقتلها صراحه. هي عايشه ببيروت. ايه والله. هلا بتجي ما هلا بتجي. بعدين بنكتشف انه المجي هي مش كرمال الدعايه ابدا، هو حدا فيري باورفول، صاحب نفوذ، صاحب نفوذ كثير كبير. شايف هالبنت لبنانيه شو اسمها؟ قامت حضرتها لعبت لعبه على الايجنسي، فانا بتصل فيهم بعد يعني من بعد ما حسيت في هيدا الشيء وقفت بوجهه. وقفت بوجهه؟ اكيد. شو عملتي هون؟ كيف وقفت بوجهه؟ شو؟ شو اكيد حسيت بخوف، اول شيء استجديت بابني انه انا عندي ولد انا ام انا كذا، وهيدا الشيء كله مش فهمته وهيك، فكان ما عم بيسمع انه لحظه ما هون على العشاء شو صار؟ تعشيته؟ ما اكلت. هو قاعد ياكل معك؟ ايه عم بياخذ عم يشرب، هو كان عم يشرب من قبل. يعني انا قلت وصلنا وفي حدا بالناس بدها تجي. انت بدك تفلي؟ ايه قلت له اذا ما اجيت هلا انا بدي اروح. فلا بيلقطني بايده بحط بدفشوني على محل هيك مثل اوضه كلها هيك خشب، وانطبش الباب. شو صار بهاللحظات؟ قد ايه بقيتي وحدك؟ تذكرت ابني بعد شي نص ساعه تقريبا قاعده عم صلي وعم برجف كل الناس سوا وحده. صرت ابرم عم اقول خلص انا تبرمت، لقيت اللي اخذتها اللي حطيتها حتى معي باسبوري معي مصاري اللي ما انا قاضيه منها 7000 دولار حتى المصريات، وتركتهم معي مع الباسبور ما تركتهم بالاوتيل. حتى الاوتيل خوفني يعني كله كان بخوف. عم بلقي على محل كانه عم بلقي ظهري محل عم بقول انه خلص يا رب خذ لي روحي. بيفتح وراي كيف كانه شبكين او باب تحتاني، اي باب تحتاني او شيء بيفتح بقلب. هو المفروض نحن فتنا على بيت ارضي، يعني انا وقتها بقلب ما لازم اوقع، بس انا وقعت يعني كانه المحل فوتوني عليه من دوزيام كوتي، كاني صرت ميزانين او صرت حف نزلت وقعت، بس وقعت جيت على التراب وبلشت اركض. قبل قلتي له ابني انا ام انا استجديتي ما برد ما برد ما سمعك؟ لا ما بده يسمع، هو عم يسمع بس ما برد. شو قلتي له؟ شو قلتي له بالضبط يعني تحديدا شو قلتي له؟
أنا أم رحمني. إيه إنه قلت له أنا أم، أنت فهمين الموضوع غلط، إنه بعرف في ناس بيروحوا وبيعملوا هيك إشي. أنا عمري 17 سنة بعدني ببلش جديد، عاملة دعاية هيدي وعاملة دعاية هيدي وعم بشتغل لابني عم شاري بيت. أنا عروس، أنا صغيرة، فكلهم بيقولوا هيك وكل شيء. قال لي إنه الكلام تبعه ما كثير بفهمه بصراحة، يعني ما بدي أقول شيء. طريقة الكلام في عبارات ما بفهمها أنا كلبنانية، يمكن هلأ صار عندي. بس كان في إهانة؟ إيه أكيد بيكفي هيدا الشاب على جوا أكيد. نزلتي؟ نزلت وبلشت أركض. قدرتي تهربي منه؟ أكيد أكيد. وحداً ما بتخاف. بس وقتها خبرتيني، وهلأ إذا ما بعرف إذا بقدر أحكيها تخليني أقول تقوص عليك. عأجرية. كم ساعة مشيتي؟ كل الليل. وحدك؟ وحدة للأربعة الصبح. إنه بدي أموت بين دقيقة ودقيقة، بس مش لا سمح الله ما تقول فيي. ماشي. يعني مش عرفتي؟ مش شريف يعني أكيد. عندك لا. شرف؟ لا. لا. لم تغتصبي؟ لا. ما قرب عليكي؟ بس بيكفي اللي عشته. بيكفي اللي عشته، يعني كان كثير شيء بخوف وما فيك تلقطي بحدا. وحتى هون نتالي وجوني فضل الله يعني كانوا منهارين. جوني ما صدق. خايف علي اتحرك، قلت له مش انا اللي بخاف، مش انا. وفعلا الحكي اللي حكيته له هذا الشخص انا وعدته اني ما افضح، لانه بده يصير في مجازر، لانه انت يو ار باورفل، انا كمان ببلدي فيري باورفل، بس انا ما بدي اكل عنب، ما بدي اقتل ناطور، عندي طفل. وصلتي على لبنان لارجع، بس عم تخيل قد ايه بشو مرقتي. وصلت خيي يعني عم تخيل حدا عم يقطع خيي خرجلي باسبور، يعني فكرت ماشي. على لبنان ماني مخرجه. كنت عم يعني بكيتي نهرتي وقعتي وقفتي شوي هيك؟ اكيد. وتخبيت ورا اترنيت وفتح حمامات مطرح ما في امن عام، وما خرجت طلعت من ورا الامن العام. نادين كيف عرف، كيف قدرتي تقولي لا وقتها؟ خلص تحول اللي بين ايديهم، صار في بين ايديهم حدا منه نورمال اللي هو انا. فربنا لما فتح لي هيدا الباب انه قوس قد ما بدك تقوس. من وين جبتي هالقوه وقتها؟ ربنا. ابني، بدي ارجع لعند ابني، بدي ارجع عند اخواتي، ما بدي. وبعدين انا نادين راسي بوقتها كنت معروفه بلبنان، يعني مش انا اللي باكل هيك ضروبه. ونحن الاجانس كلنا اكلني للضرب، وجبت ال 7000 دولار على فكره. منيح عظيم. بس بقول انه هيدا الشيء صار عامل لي نقزه من اي انسان، وخاصه الاشخاص الباورفول، يعني اي حدا صار بوقتها بتعرفي كنا بعدني صغيره. يعني اي حدا بده يروح على اي شغل او اي شيء بتلاقيني عملت ريسيرش بعرف عنه كل اخباره قبل ما دق بابه. وصرت كثير بسمع اذا حدا بيقول لي فلان منيح، ما حدا بقول عن شخص خاصه بهول القصص ما بيكون منيح. يعني ما علينا ندير دينتنا شوي، مش قصه ظن ولا قصه شك، بس افضل من انكم تاكلوا الضرب. لانه انا لو باثناء لا سمح الله اعتدى علي، انه اعتدى صار شيء، لو شو ما صار معه ما كنت ارتحت. يعني ما كان فش قلبي، ما كان في شيء ممكن عرفتي؟ يشفي لك قليلك وقلبك. شاف وعرف وهيز براود اوف مي. هيدا الحادثة اذا طلع بوجهه بيفسخ كمان، اصلا ما بيشوف الجنة بحياته. هيدي الحادثة قد ايه بقيت معلمة فيكي؟ لهلا. كان عمري 17 سنة، أكيد. أكيد. وهيدا قلت لك هيدا حفرت بنادين. وعن جد في أشخاص بيقولوا إنه نادين إنه تصرفتي معي بطريقة، شو صار لك تحولتي؟ تستشري فجأة. اكزاكتلي بستشرس، لانه ما بسمح لهيدا الشيء عيشه. فكيف اللي بيكون عايشه كرمال خيي، كرمال بي ابني، كرمال ابن صغير، لانه كان ممكن يقتلهم. فاختفيت، حتى صرت خاف روح على التصوير. قد ايه بقيتي؟ لا بقيت مش كثير، ربنا هيك اخذ شو بقولوا؟ اخذوا شقف. بس خطية كل إنسان انظلمت أو إزاها، إذا هو عند ربنا أو بدنيا الحق أو وين ما كان، ما في شيء تحت بلاطة بيختفي أبداً. ظلمت كثير نادين أنت؟ يعني أنا دايماً تعرفي لما ليه أنا كنت أسكت؟ أنا حدا بيسكت، يعني هلا اليوم ماما أو بابا بس يحضروا بدهم يجنوا. حاتم وقت شفني على دار السياد اختي تاكسي من سوريا ما معي غراضي، نزلت على الزفت بست الزفت، انا رده فعل قد ماني كثير موجوعه. طلع حاتم شو عم تعمل؟ شو بعرف هيك بيعملوا وقت يجوا من السفر؟ ما عارف حاتم،
انا شاري بيت كذبتي على الكل وخبيتي اليوم لحاتم عرف انا مارك ابني بيعرف الخبريه عرفها من شي دو موا من شهرين بعد ما راح جورج وصار كثير كلوز انا وماركو بكل شيء فقعدت انا وياه قلت له مامي جافي 17 ans وصار معي صار معي هيك فقال لي ام براود اوف يو اشربي قهوتك اشربي نادين انت مشهوره معروفه تحت الضوء الناس بتطلع عليك واو تعرضتي للغدر تعرضتي للخيانه تعرضتي للتحرش نور سكتتي نور ايضا سيده بهالحياه عامله مناضله عندها كمان ام هي تعرضت للغدر تعرضت للخيانه وتعرضت للتحرش خلاصة برأيك شو؟ أنت مشهورة كلنا بشهورة عشت ذات الظروف اللي عاشتهم نور لمنا تحت يعني الضوء وضحت إنه المشوار واحد فأنا استلمت بالمطعم شيف ساخن تقريباً ضليت أول شهر فأنا قلت له لصاحب المطعم إنه هي صار أول الشهر يعني أول الشهر بس مشان تحاسبني ايه. قام قال لي لا ما هلأ خلص بحاسبك بعدين لأنه هلق ما بحسن عم صمد لك ياهم بتاخديه قلت له اوكي قال هلا انت مالك معتازه وشو بدك بتاكلي من هون وهيك لا ماشي تاكلي من المطعم ايه قلت له اوكي ما في مشكله فرجعت لتاني شهر انا خلص يعني انه انا بوضع انه انا بدي مصاري بدي اطلع عضيتي بدي امن ديارتي ديارة بنتي عندك بنات؟ انا عندي بنات انا اولادي ما قدرت دغري انا في ولد ايه فانا هون كنت لسه حبله يعني وبلشت انه يبين بطني وكثير تعبت بالشغل فانا لازم انه انا اخذ استراحة لأروح أمن حالي وأمن دكتورتي أموري جيت طلبت منه قلت له مشان تعطيني المصاري وهيك إجاري يعني صار ثاني شهر قام قال لي قعد هون أول شي مهد بالحكي ويتغزل أنا هون بس صفنا نفي قال إيه أنا بعطيك المصاري وبعطيك فوقهم كمان حبة بركة قلت له أيوة إيه شو يعني قال إيه بس إنه بدي منك طلب إنه قعد أنا وياكي وهيك قلت له أيوة قال إيه وبعطيك اجارك حبيت بركة قلت له لكرامتي ما بتسمح لي بيعك اياها قلت له خلي يعني بده يعطيك بده يعطيني اجاري مقابل انك انت شو تعطيني انه ايه انه انا تكون معه يعني بده يعطيها اجرتها اللي مش دافعها وفوق منهم زياده بس انه كون اكراميه لتبيعي شرف ايوه فانا قلت له والله اسفه ما رح انه انا بكرامتي ما حبيعك اياها مشان مصاري قلت له بس لاشتريها ببقى ببيعك اياها كنت عندك هيدا القوة تواجهيه لما حكيكي بهيدي الطريقة؟ أنا هون يعني بس ما كان في عندي أنت بدي أي عندي بس بدي أكله أكل يعني إيه حسيت بال هو رب عملي هو يعني هو مدير المطعم هو مدير المطعم فأنا هون قال لي إيه ما في مشكلة أنا أعطي مالك مصاري ما قلت له بلاهم طبيت أغراضي عملت حالي ومشيت ما جرب يقرب منك يلامسك لا لا أنا فوراً لأنه ما تخطى حدوده؟ لا فوراً بعدت لأنه أنا حكيته بطريقة أنه نظرة عيني ما رفت بعيني كنتي قوية؟ أي من وين جبت القوة نور؟ من الخوف من الخوف؟ صح صراحة من الخوف نجيب القوة هيدا الجو أكيد ما عندك حل أنت الخوف أنا لو بخوف. ما خفت ما والخوف من الخوف بيعمل انكزايتي إذا ما بتواجه الخوف وبتطحش عليه لو بده يكون نار ما بتكسبي ولا بتربحي ولا بتردي عنك الخوف نور تعرضت لشيء بيشبه اللي انت تعرضتي له بس انت كنت تحت الضوء نور منا تحت الضوء في اقول شغله في فرق بشغله واحده انه نور ما بعرف باي عمر صارت معك هيدي وكانت بريجننت كنت حبله وقتها هو جرب يقرب عليكي ايه كانت حبله وهي ببلدها يعني هي اذا ركضت على الطريق صارت سيف انا الوضع اللي كنت فيه اني انا ما بعرف انا وين ولا بدي اهرب لمين انت وقتها سكت حكيتي أو سكتت؟ لا سكتت ليه؟ سكتت؟ ما عندي جرأة أول شيء إني أحكي من مين خفتي؟ من كل شيء ليه؟ خوفي خايفة من مين؟ خايفة؟ خفت من الحكي، خفت من الفضيحة، خفت إنه حيرمى كل شيء علي إنه أنت لما رحتي وتجوزتي وتركتي وطلعتي صرتي تشتغلي ومن هالحكي أنا بدي أوضح شغلة لأنه عم بحكي أنت خفتي إنه الناس تحملك إلك المسؤولية أي. لو ما خفت أنت تخبي يعني خفت تخبي خيا أو إما لأنه خفت تطلع براسها هي حتحملها أنا حأحملها إن كان بالناس وإن كان بأهلي هو شو جاي؟
لأنه اليوم أو للأسف في مجتمعاتنا لما البنت أو المرأة تتعرض لتحرش كمان هي تدان، يعني فوق وجع وفوق خوفها. أيوة هي اللي تتحمل المسؤولية. أنا انتبه، أنا ما خفت كرمال ما أدان، لأنه أنا كنت بدين بلد، إنه أنا متزوجة وبيبي عندي صغير، وبكاركتري أنا كنادين من أنا وصغيرة حدا ليدر. أنا سكتت لأنه إذا بدي أحكي حيصير الدامج أكبر، وما صار دامج. يمكن لو صار الاغتصاب حميتي، سكوتي حميت حالك وعائلتك. نحن طيارات رايحين جايين، عائلة مقشوعة ومعروفة، فما بدي أعمل مني مثل كأنه وتحطه لإله. حتى وقت تم التواصل حتى مع الأجانس، وحتى الأجانس كان بدي أعمل مصيبة، يعني بالنهاية أنا على مسؤوليتهم. طب سكوت نور، سكوت ممنوع نور. هيدا السكوت، لأنه اليوم أنا سكت لأحمي. أنت اليوم لما سكت أنت بالعكس أنت عرضت حالك للخطر أكتر وأكتر، هيدا بقلب بلدك بقلب منطقتك. يعني بشوفك سكتت بقول خايفة. ما عندنا شيء اسمه بقلب بلدك، وقت اللي أنا بدي أحكي قدام أهلي هيك ما حيقولوا لي أنت قاعدة ببلدك. هيدا غلط كبير، حيقولوا لي أنت فورا، حيقولوا لي أنت هو للأسف. خفتي تداني من المجتمع من عائلتك؟ أكيد سكتت. أكيد لا، بسكت وبحمي حالي شو من كانت الطريقة، ولا بتعرض لأكبر من هيك، والحكي اللي حيصير أكتر من هيك. نور أنت كمان سكتت لما تعرضت لخيانة من زوجك مع صديقتك. سكتت لأنه لمت حالي قبل معلومة. لمتي حالك على خيانته وخيانة رفيقتك لإلك؟ حملت لمت حالي لأنه أنا كنت كتير مني حمان، عطيتهم يعني الطيبة أكثر معها، إنه أكثر من حدا، يعني نيمتها بفرشتي، فز أعملها أنا الفطور، عاملتها أحسن ما عامل أهلي وأخواتي، اسمع منها، اسمع لها، سايرة بشكل فظيع، فوتت بيتي، وهي أكبر غلط. خانتك، شو عملتي؟ وشي بعد هلا عايشة أحلى حياة. ليه عم تبكي؟ ليه عم تبكي؟ تذكرتي لما كنت تعميها وتنيميها بفرشتي؟ كنت مفكرة أنا بس حدا أبوي. لا وقت اللي أنا تركت ما زعلت أنه عليه هو، لا ما زعلت عليه، انقهرت من الشيء اللي أنا عملته معها هي، يعني صابتني القهرة أنه ليش أنت؟ نهرت عليها، نهرت منها أنه ليش أنت؟ أنا اللي شلتك، فوتك بيتي، سكنتك، داريتك لك، غطيكي بحرامي، فز بالليل طلطل عليك غطيكي بحرامي، عملتك وما أنه هي أكبر مني. شو كان جوابها؟ قالت لك الزابة، لو أنه أساساً شايلك من أرضك ما إجا لعندك، وبكل عين وقح جاوبني إياه. هذا ما أخدته؟ لا لو قديه قديه هالضحك هو وراه وجع، بعده الوجع نزيل. ما بدي يروح، ما تشفيتي من هيدا الموضوع. لا ما بدي انساه اصلا، انا بدي اكمل هالسنين اللي عاطيني اياهم ربنا، بدي اكملهم بوعي، الوعي اللي كان عندي اياه سبونتانيمون بلا ما حدا يعلمني اياه، اني اقدر المصاعب، اقدر المصايب، خفف الدمج، اقل الاضرار ممكنه، جرب ما يوصل لهيدا ولهيدا. هيدي الليدر الشخصيه اللي عندي انا وصغيره فوتتني باشياء كثير بتوجع، وقد ما بدي كسكاكين موجوده، بس انا هولي هيدا سيكاتريس انا ما بدي يروح، لانه انا كيف بدي دفعت ثمن كثير غالي هيك كرمال يروح؟ لا ما بنتعلم الا بعد ما نتألم. فهيدا الالم ممنوع يروح. If you're not suffering you're not alive. If you're not suffering you're not surviving. If you're not surviving you're not gonna get anywhere. فانا اليوم بلا عذاب ماني حدا. الإنسان بلا شجن إن الثورة تتأتي من رحمه. عم تحكي حكم؟ حكم لأنه مش بس هاي الحقيقة والله. واليوم لما بقول مش محرزة، ولما أنا سمحت بمحل، ولما خفت على خي وعلى أختي تصرفت صح وتصرفت بعقلانية، بس أكيد ما بقول لحدا تاني إذا تعرضت ما تعملي هيك، إلا إذا كان بكيس في خربان بيت، في جرح لأم لأخت لخي لرجل لأطفال، في مصيبة بقلب العائلة، أوكي بنفتش نعمل أقل أضرار ممكنة لأنه الضرر كبير، بس لما بيكون في بعيد لا، انت بدك تحمي حالك، مش قادره. في اخيك بيحميكي، اختك بتحميكي، السكين القريب بشع، وكلنا عم نعمل مشوارنا وعم نأدي دورنا، وكل حدا بيأدي بطريقته. المشكله وبتقول يا رب اللي انت شايفني بحمله حملني اكثر. المشكله لما بنقطع بتجربه ما بنتعلم منها ومنعلم الغير. مش معناتها اذا انسانه مشهوره وباورفل فيها تحكي، والانسانه اللي مش مشهوره ما قدرت تحكي، الاثنين ما حكيوا، لانه في مجتمع هي ما حيستوعب هيدا الشيء ويحط اللوم عليها، مثل ما كان عندنا قانون خلصت الخبريه.